ده خلص، تأشيرات وإقامات وكل حاجة، والحمد لله الحمد لله الأمور جيدة جدا، وإن شاء الله أنا متفائل جدا بهذا المعسكر وشايف إنه قد تكون بداية جيدة. خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح، بما إننا بنتكلم عن المعسكر نروح لزميلنا فاروق صلاح في النمسا كالعادة. زي ما حضراتكم متعودين بعثة للنادي الأهلي، بنحاول إن احنا أو شاشة قناة النادي الأهلي بتكون بتحاول إن هي تكون متواجدة عشان تنقل لحضراتكم كل ما يخص النادي الأهلي، وبالتالي زميلنا فاروق صلاح من النمسا ومن معسكر الإعداد يقول لنا إيه الأخبار. إزيك يا فاروق؟ والحمد لله على السلامة وبداية معسكر الإعداد. برحب بيك طبعا كابتننا الكبير الكابتن اسلام الشاطر، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. خليني اكد لك على كلامك، بالفعل يا كابتن اسلام حاله من التفاؤل الشديد والكبير جدا عند كل الافراد المنظومه الاهلاويه الموجوده هنا في النمسا، ومعسكر ان شاء الله يكون بدايه خير للنادي الاهلي. انت عارف ان الموسم القادم او هذا الموسم خلاص موسم صعب جدا، انت بطل افريقيا بطل مصر، بتحمل كثير من البطولات، بتشيلك مسؤوليه للموسم القادم والحفاظ على هذه البطولات وتحقيق المزيد من البطولات. خليني اكد لك على هذه الامور اللي بيعيها الجهاز الفني بيعيها اللاعبين. معسكر ان شاء الله يكون مردود وان شاء الله نشوفه هذا الموسم، لكن خليني في البدايه اكد لك على حاله التفاؤل. الجميع مبسوط من الاجواء هنا في النمسا. انت عارف من فتره طويله كابتن اسلام النادي الاهلي ما خاضش المعسكرات الخارجيه خاصه في الدول الاوروبيه، هنا الاجواء اكثر من رائعه، مكان نموذج فعلا لبدايه موسم باذن الله كابتن اسلام. اذا البدايه الحمد لله والشكر لله. طبعا بنسالك طول النهار وبنسال كل اللي موجودين هناك، ولكن من الواضح ان البدايه جيده وان حاله التفاؤل موجوده عند الجميع ان شاء الله. لو تقدر تقول لنا اليوم النهارده كان عامل ازاي؟ احنا النهارده في اخر اليوم، يعني التوقيت الساعه كام دلوقتي؟ طبعا احنا الجمهور عايز يعرف كل هذه الامور اللي هيحصل بكره ايه؟ هل من بكره هيبدا تمرينه صباحيه وتمرينه مسائيه وجيم والكلام ده كله؟ اشرح لنا الدنيا هتبقى ماشيه ازاي يا فاروق. يعني خليني بالفعل يا كابتن اسلام كده اخد حضرتك واخد جماهير النادي الاهلي ومشاهدي قناه النادي الاهلي كده في اطلاله سريعه لتفاصيل اليوم. طبعا كان توافد اللاعبين على مطار القاهره كان في تمام الساعه 8 صباحا، ثم استقلال طائره خاصه طبعا من خلال صاله كبار الزوار وتواجد بعثه النادي الاهلي في صاله كبار الزوار، ومن ثم يعني استقلال طائره خاصه لمطار فيينا في رحله طيران استغرقت 3 ساعات ونصف. طبعا كان الوصول لمطار فيينا ثم استقلال حافله من مطار فيينا للوصول الى مقر اقامه الفريق او المقاطعه اللي بيقيم فيها معسكر الاعداد اللي بتبعد عن فيينا عاصمه النمسا ساعه ونصف. يعني على مدار الطريق يا كابتن اسلام انت عارف يعني اللون الاخضر يعني الاجواء انتوا خاطفينهم خاطفين ساعة ونص. بقول لك خاطفين الفرقة ساعة ونص بعيد عن فيينا. طبعا يا معسكرات الإعداد بتبقى عايزة كده. عايز اقول لك ان المكان يعني انا عايز اقول لك يا كابتن اسلام ان يعني اختيار موفق جدا لهذا المكان. وخليني ابو يعني وحضرتك بتتكلم على المكان ده بالتحديد، خليني اقول لك ان المكان ده يعني دايما بيبقى مخصص لمنتخب النمسا، ونظرا لتولي مستر مارسيل كولر القياده الفنيه من قبل لمنتخب النمسا ده اللي خلاه يعني يحدد هذا المكان وسهل الاجراءات واسم وقيمه النادي الاهلي. عايز اقول لك ان الفرق الكبيره يعني الفرق الكبرى في اوروبا لما بتيجي هذا المنتجع طبعا دور كبير جدا. عايز اشيد بمجلس اداره النادي الاهلي والجانب الاداري في النادي الاهلي ممثل طبعا في الكابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي الاهلي، الكابتن سمير عادل، الكابتن ماهر عبد العزيز اللي قاموا بدور اكثر من رائع تيسير كافه الامور لبعثه فريق النادي الاهلي لدى الوصول. طبعا المكان احنا متواجدين فيه يا كابتن اسلام انت بتتكلم على واحد من اهم المنتجعات على يعني في قاره اوروبا. اتكلم ان انت المنتجع هنا بيضم اكثر من اربع ملاعب، منهم 3 ملاعب نجيل طبيعي وملعب للنجيل الصناعي. عندك هنا طبعا يعني اكثر من 30 حمام سباحه.
كافه الامور اللي هيحتاجها النادي الاهلي في الاستشفاء هنا بصوره يعني غير موجوده او غير مسبوقه. يعني انا بكلمك في غرف الساونا، احنا طبعا متعودين على غرف الساونا هنا في افريقيا بدرجات الحراره العاليه، لكن خليني اقول لك ان المكان هنا مخصص فيه غرف ساونا بالثلج، ودي مخصصه في مكانين فقط في اوروبا. هذا المنتجع هو احد هذه الاماكن. طبعا وجود بعض الملاعب الخاصه بالجوانب الترفيهيه الطايره والتنس، التنس الارضي، وجود اكثر من ثلاث صالات للجيم والجيمنيزيوم، طبعا لي يعني فيهم كافه الاجهزه اللي على المستوى الاوروبي والمستوى العالمي. لقى استحسان طبعا كافه افراد البعثه، مستر مارسيل كولر كان بيعرف كل التفاصيل الموجوده في هذا المنتجع وهذا المعسكر، وبالتالي الامور انعكس على اللاعبين. عايز اقول لك ايضا كمان كابتن اسلام هنا يعني انت عارف درجات الحراره انت بتتكلم فيه، صباحا كانت درجه الحراره بتتراوح ما بين 28 ل 30 مع سقوط امطار خفيف يعني اثناء اداء الفريق لتدريبه الاول، اللي ادى تدريبه الاول هنا في النمسا في تمام الساعه السادسه بتوقيت النمسا، السابعه بتوقيت القاهره. عارف طبعا يا كابتن اسلام خلاص بقى في ثنائيات معتاده ما بين اللاعبين، بنشوف ثنائيه ما بين كهربا وامام معاشور، رضا سليم واندماجه مع علي معلول مع كريستو، طبعا ياسر ابراهيم وسلية اتكلم على كابتن محمد الشناوي ورام ربيعه، والادوار اللي بيقوم بيها كباتن النادي الاهلي في توفير كل الامور، وايضا بعض اللعيبه اللي موجوده معانا من قطاع الناشئين سواء اللاعب معتز محمد او اللاعب زعلوك اللي ما تحسهمش يعني هيبين الموقف، لا خلاص متعودين على الاجواء، شايفين قيمه ومكانه النادي الاهلي. تدريب وحيد الاهلي اداه اليوم، خليني اقول لك برضو الحاله الفنيه الحاله البدنيه اللي ظهر عليها اللاعبين بتبان من اول يوم يا كابتن اسلام. ان شاء الله غدا بمشيئه الله الفريق خلاص بقى انت يعني زي ما قال لنا كده مستر مارسيل كولر خلاص داخلين في مرحله الجد، الفريق هيأدي تدريبين، التدريب الصباحي هيكون في تمام الساعة العاشرة صباحا، ثم التدريب المسائي هيكون في تمام الساعة الخامسة. اليوم يعني أو برنامج الفريق غدا بمشيئة الله هيكون تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة التاسعة صباحا، ثم التدريب في تمام الساعة العاشرة والنصف، وجبة الغداء في تمام الساعة الواحدة والنصف، ثم هيكون التدريب المسائي في تمام الساعة الخامسة، وجبة العشاء في تمام الساعة التاسعة. الاجواء اللي احنا لمسنا من اللاعبين من الجهاز الفني الجميع عنده طموح، مش يعني بتكلم يا كابتن اسلام الفريق او اللاعبين نسيوا خلاص البطولات اللي احنا خدناها الموسم الماضي، بيطالبوا نفسهم ومستر مارسيل كولر خلاص بيطالب بارقام جديده، بيطالب ببطولات جديده، وقال للاعبين عايزين نكون على قدر ثقه جمهور النادي الاهلي اللي دايما واحنا واقفين على منصات التتويج بيطالبنا بالبطوله القادمه. بطمنك على الاجواء، بطمنك على كافه الامور، حاله اللاعبين ان شاء الله يكون مردوده على فريق النادي الاهلي هذا الموسم، تكون يعني ان شاء الله يعني موسم يكون مميز للنادي الاهلي، يكون مليء بالبطولات باذن الله يا كابتن اسلام. علاقه الجهاز الفني باللاعبين الجدد سواء امام عاشور سواء رضا سليم، علاقته بالشباب اللي موجودين زي ما انت قلت زعلوك ومعتز، العلاقات ماشيه، الامور ماشيه ازاي؟ انا عارف ان هو لسه اول يوم، ولكن انت وانت واقف دايما بتتابع كل هذه الامور. بص يا كابتن اسلام، انت حضرتك واحد من كباتننا الكبار، ويعني واحد من لاعبي النادي الاهلي اللي عارف قيمه اوضه اللبس في النادي الاهلي، وعارف الدور الكبير اللي بيقوم بيه كباتن الفريق وكباتن النادي الاهلي في توفير كافه الامور للاعبين، تسهيل كافه الامور. في لعيبه ما تحسهاش غريبه على النادي الاهلي، يعني رضا سليم تشوفه لا مش لعيب ده لسه اول تجمع ليه او اول مران ليه مع فريق النادي الاهلي. علي معلول طبعا انت عارف يعني حكم بقى الترابط ما بين المغرب وتونس او شمال افريقيا عموما، رضا سليم خلاص دخل في الاجواء سريعا، امام عاشور انت عارف واخد على الاجواء على طول طبعا مع كهربا اللي طبعا قايم بثنائيه جميله مع لابس نظاره جديده كهربا عاشور. كهربا لابس نظاره جديده طبعا يا كابتن، انا عايز اقول لك على طول كهربا خلي بالك يا كابتن اسلام اكتر لاعب يعني خد الثلاث ساعات ونصف في الطياره نوم، يعني كهربا اكتر اللاعبين كان على الطائره خلاص خلد للنوم لدى يعني استقلالنا للطائره. بعض اللاعبين طبعا قاعده بتتفرج على بعض الفيديوهات، في بعض اللاعبين بتتفرج على مقاطع لمباريات اللاعبين في الموسم الماضي. مستر مارسيل كولر
نفس الاسلوب نفس الطريقه، بيجهز بعض الخطط، قاعدين بنشوفه ماسك اللابتوب بيتابع، حط بعض الامور مع الجهاز المعاون. يعني في الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه قاعد في جلسه مع الكابتن خالد بيبو مع افراد الجهاز الفني، بيخطط للفتره القادمه اللي احنا محتاجينه. طبعا كافه الامور اللي انت تحتاجها في معسكر الاعداد موجوده هنا في المنتجع، الروح اللي عند اللاعبين، التصميم، الاراده، اعتقد الامور دي كلها مسهله كافه الامور على اللعيبه الجداد، وما تحسش ان لعيب جديد يا كابتن اسلام. الجميع بيرتدي قميص النادي الاهلي، بتحس ان هو مولود داخل جدران البيت الكبير، بيت النادي الاهلي. اخيرا يا فاروق، التوقيتات، الجو، الدنيا ماشيه ازاي؟ يعني الساعه كام دلوقتي عندك؟ في الوقت اللي انا بكلم حضرتك يا كابتن، يعني هي طبعا الساعه تبقى 10 في النمسا، تبقى 11 في القاهره. أوكي. يعني في الوقت اللي انا بكلم حضرتك سقوط الامطار، الامطار بتطول يعني على النمسا في هذه الاثناء، تقدر تقول الاربع فصول بتوع السنه ممكن تشوفهم في يوم واحد. ودي اجواء برضو مستر مارسيل كولر قال ان اللاعبين تتعود على هذه الاجواء، وده يعني من الامور ان اللعيبه في فتره الاعداد تتعود على كافه الاجواء سواء في درجات الحراره العاليه او مع سقوط الامطار. لكن اجواء وجو مميز جدا يا كابتن اسلام، يعني زي ما قلت لحضرتك في هذه الاثناء سقوط الامطار علينا هنا في مقر اقامه بس الجو الفريق. حلو عشان لكن ان شاء الله اجواء يعني مميزه جدا، يكون يعني الجو حلو عشان انت لابس نص كم يعني. الجو ممتع جدا يا كابتن اسلام بصراحه. لا بصراحه الجو ممتع جدا، يعني الجو ده درجه الحراره طبعا درجه الحراره كويسه جدا، لكن سقوط الامطار بيكون برضو يعني لدقائق بسيطه جدا بتعود مره تانية الاجواء للهدوء، لكن اجواء مميزه جدا، مكان مميز جدا يا كابتن اسامه، عايز اكد على هذا الامر، مكان من اميز الاماكن اللي ممكن تقيم فيها معسكر اعداد لبدايه الموسم. ريحه الجو مختلفه يا كابتن اسلام. طبعا على رايك ريحه الجو مختلفه لانه المكان بعيد، خلي بالك عن العاصمه، ما هي دايما معسكرات الاعداد او بدايات المعسكرات بتبقى كده، بتبقى دايما في اماكن. يعني احنا مثلا يقول لك انتوا سافرتوا المانيا، نقول لهم احنا سافرنا المانيا، لكن انت لما تيجي تقول ان انت سافرت المانيا، انت ما رحتش فرانكفورت، ما رحتش البلاد الكبيره في المانيا مثلا، لكن انت بتروح المانيا زي ما انت شايف كده بعيد عن العاصمه فيينا في النمسا مثلا ساعه ونص، وبالتالي انت قاعد في مكان الناس تفتكر ان اللعيبه بتروح تتفسح، اللعيبه ما بتروحش تتفسح، الناس اللعيبه رايحه قاعده عشان تشوف شغلها وتتمرن. وزي ما قلت لحضراتكم انا بشوف ان المعسكر ده، ما اعرفش يا فاروق اكد لي ولا لا، المعسكر اكل وشرب ونوم وميه، مفيش اكل وشرب ونوم وتمرين، مفيش حاجه ثانيه. عايز اكد على نقطه مهمه وحضرتك بتتكلم في هذا السياق يا كابتن اسلام، يعني كان ليا حديث مع الدكتور ايهاب علي استشاري التغذيه في النادي الاهلي، يعني انا سالت الدكتور ايهاب، يا دكتور ايهاب اكيد المعسكرات بيكون نوعيه الغذاء مختلف، بعض الامور بيحتاجها اللاعبين. قال لي يا فاروق احنا طبعا بيبقى جايين من فتره راحه، اللعيبه بتاخد نوعيه غذاء معين، نوعيه مشروبات معينه، تحاول تعوض اللاعبين حاله الفقد. قال احنا وصلنا لمستوى عالي جدا مع نهايه الموسم، فتره الراحه اكيد طبعا بيكون لها تاثيرات على التغذيه للاعبين او على المشروبات، وبالتالي نوعيه المشروبات اللي يعني بيتناولها اللاعبون في هذا المعسكر مختلفه تماما. في بعض الامور طبعا يا كابتن اسامه، حضرتك واحد من يعني من كباتننا اللي يعني خط كتير جدا من هذه المنافسات، عارف ان في بعض سواء المأكولات او بعض المشروبات اللي مش متوفره في الشرق الاوسط او موجوده في افريقيا بتبقى موجوده هنا. يعني بعض يعني المياه يا كابتن اسلام، لو انت بتتكلم على نوعيه المياه فيها مجموعه من المغنيسيوم والكالسيوم وامور كتير جدا، المشروب او المياه العاديه اللي بيتناولها اللاعبين، وبالتالي الدكتور ايهاب علي وضع برنامج مهم جدا للاعبين سواء في التغذيه او في المشروبات، ان شاء الله يكون مردوده مهم جدا على اللاعبين في هذا الموسم، ويكون موسم مليء بالبطولات لفريق النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله كده. اعتقد انتهى اليوم والكل هينام، لان بكره بدايه يوم جديد في تمرين وفي معسكر اعداد النادي الاهلي، التمرين هيبقى من بدري، فاعتقد ان ده نهايه اليوم، مش كده يا فاروق؟ بالفعل يا كابتن اسلام، يعني ده خلاص هتبقى نهايه اليوم، نهايه كواليسنا، لكن هنكون طبعا موجودين من منذ الساعات الاولى ان شاء الله مع تناول اللاعبون لوجبه الافطار في تمام الساعه 9، ثم التمرين هنكون طبعا خلال شاشه قناه النادي الاهلي، وبنوعي جماهيرنا ان هم كل الكواليس كل الامور الخاصه ببعثه فريق النادي الاهلي هنا في النمسا هتكون طبعا عبر شاشه قناه النادي الاهلي، ونحاول نقدم لكل جماهير النادي الاهلي ما يرضي طموحات وامال جماهير النادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح من معسكر الاعداد للنادي الاهلي في النمسا.
او من النمسا زي ما حضراتكم شايفين.